بسم الله، وصلنا لعند الاستيلكولين. قبل ما نفوت في الاستيلكولين استعرضنا موضوع النيورو ترانسميترز، وحكينا انه في كيميكال كلاسيفيكيشن حسب الكيميكال ستراكشر فور ايتش نيورو ترانسميتر. اصدقائي، اذا بدنا نحكي بالتفصيل اي ماده مشان نسميها نيورو ترانسميتر لازم يكون في لها كثير كرايتيريا. ابرز هذه الكرايتيريا هي وجود الماده الخام اللي بتصنع منها النيورو ترانسميتر مع الانزيماتيك سيستم اللي بيعمل كاتاليزز لعمليه السينثيزز. على سبيل المثال الاسيتيل كولين مشان نصنعه لازم يكون في الكولينرجيك نيورونز موجود عندي الرو ماتيريالز اللي بنصنع منها الاسيتيل كولين. يعني يكون عندي موجود الكولين والاسيتيل كو اي، ويكون عندي الانزيم اللي هو اسيتيل ترانسفيرز. هذا اول كرايتيريا. الكرايتيريا الثانيه انها تكون قادره على الافراز او على السكريشن في السيناتيك كليفت، يعني الفيزيكلز تاعت الاستيلكولين تكون قادره انه يصل لها اكزوسايتوزز وتوصل للسيناتيك كليفت، توصل لها ريليز. ثلاث، يكون في لها ريسبتورز موجود على السيل ممبرين اوف ذا بوست سيناتيك ممبرين. واربعه، انها تعمل ريسبونس بعد ارتباط النيورو ترانسميتر في البوست سيناتيك نيورون. في حال توفرت هذه الكرايتيريا في اسمي اي ماده كيماويه نيورو ترانسميتر انه يفرزها بسيناتيك نيورون بعد توفر المواد الخام والانزيماتيك سيستم، تكون قادره على الوصول للسيناتيك ليفت والارتباط بريسبتر مخصص لها على السيل ممبرين اوف ذا بوست سيناتيك نيورون وتعمل ريسبونس في البوست سيناتيك نيورون. هلا الكيميكال كلاسيفيكيشن اوف نيورو ترانسميتر عديده وكثيره في جسمنا، عشان هيك الافضل ان نصنفها ضمن سب كلاسز. خلينا نسميهم عندك الاستيل كولين لحاله يعتبر سب كلاس من نيورو ترانسميتر. عندنا الكاتيكولامينز اللي بتشمل ابنفرين، نور ابنفرين، دوبامين. عندنا الامينو اسيدز تكون سنجل امينو اسيدز تشمل جلوتاميت، جابا، جلايسين، اسبريت. وعندنا النيورو بيبتايد اللي بتكون لارج بروتينز او لارج بيبتايدز. وعندنا مجموعه خامسه بنسميها ميسلينيس، يعني اشياء اضافيه غير مصنفه. البعض منها ممكن يكون ايون زي الزنك، البعض منها ممكن يكون غاز زي الان او، وهكذا. نبدا بالاسيتيل كولين. اسيتيل كولين از فاوند ان بريفرال نيرفس سيستم اند سنترال نيرفس سيستم. في البريفرال نيرفس سيستم شفناه في السوماتو موتور نيورونز اللي بتفرز اسيتيل كولين، بيرتبط في نيكوتينيك ريسبتر موجود على السيل ممبرين اوف ذا سكليتال ماسل سيلز. و اللي بتفرز في الفيسيرو موتور اللي بتفرز الاوتونوميك نيرفس سيستم، الباراسمبثيك اوتونوميك نيرفس سيستم، واللي بيرتبط في مسكلينيك ريسبتر موجود على الريسبترز، عفوا مرتبط في ريسبترز مسكلينيك ريسبترز الموجوده على السيل ممبرين اوف ذا افكتور اورجانز، بقصد السموث ماسل اند ذا كارديك ماسل نيورونز. في نفس الوقت الاستيلكولين ايضا يفرز في السنترال نيرفس سيستم. نيورونز ذات يوز اسيتيلكولين از ذا برايمري نيورو ترانسميتر ار نون از كولينرجيك نيورونز. دائما حسب نيورو ترانسميتر ايضا بنسمي نيورونز. يعني في عندنا كولينرجيك نيورونز اللي بتفرز اسيتيلكولين، عندنا ادرينرجيك نيورون اللي بتفرز ابنفرين نور ابنفرين او ادرينالين نور ادرينالين، عندنا دوبامينرجيك نيورونز اللي بتفرز الدوبامين، عندنا جلوتامينرجيك نيورونز اللي بتفرز الجلوتامات، وهكذا. فاللي بتفرز الاسيتيل كولين بنسميها كولينرجيك نيورون. اسيتيل كولين اكتس از مسكرينيك اور نيكوتينيك. الفرق بينهم المسكرينيك ريسبتورز اللي هي عباره عن ميتابوتروبيك ريسبتورز جي بروتين كابلد، والنيكوتينيك ريسبتورز تعتبر ايونوتروبيك ريسبتورز مرتبطه بالايون شانل. نيكوتينيك ريسبتورز ار فاوند ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن اوف سكليتال ماسل، ولكن ليس فقط هناك، موجود كمان على السيل ممبرين اوف بوست سينابتيك نيورونز للسيمباتيك وللباراسيمباتيك زي ما شرحنا في المحاضره السابقه. اسيتيل كولين از بروديوس ان ذا بريسينابتيك اكسون باي ذا انزيم كولين اسيتيل ترانسفيريز از فولو. اسيتيل كو انزيم اي بلس كولين مع وجود الاسيتيل ترانسفيريز بيعطينا اسيتيل كولين زائد كو انزيم اي. Degradation of acetylcholine occurs in the synaptic cleft and is done by an enzyme acetylcholine esterase as follows. Acetylcholine لما يرتبط مع الاسيتيلكولين esterase بيعمل له degradation بحول لاسيتات زائد كولين، والكولين زي ما بتعرفوا
بنعمل له ري ابتيك من قبل الكولينيرجيك، او عفوا من قبل البريسينابتيك كولينيرجيك نيورونز. كولينيرجيك سيستم ايشوز سم كيميكال ويبنز such as the nerve gas serine، اكيد كلكم سمعتوا فيه، خاصه في احداث الربيع العربي السابق او في الحروب وغيره. السرين هو عباره عن يعني شيء شبيه في الاسيتيل، في الاسيتيلكولين. كيف شبيه فيه؟ في الاكشن، ولكن مش مباشره، انما عبر الانهبيشن اوف اسيتيل كولين ستيرينز. ساعتها كل الاسيتيل كولين اللي بصير له افراز في السينابتيك كليفت بيرتبط في النيكوتينيك ريسبترز من دون ما يفك عنها، وهذا بيؤدي لايش؟ لسستيند مسل كونتراكشن، او اللي بنسميهم كرامبس، كوزنج ا بيلد اب اوف اسيتيل كولين ان ذا سينابتيك كليفت، ومن ثم بصير عندنا سستيند مسل كونتراكشن، بيؤدي لا ما يشبه الشلل في الانسان، لانه المسلز او الكونتراكتنج مسل ما بتفوت في حاله الريلاكسيشن، وهذا بيؤدي لالم شديد بنسميه مسل كرامبس. فمنه اعاقه للحركه ومنه احساس شديد في الالم، وهذا اذا وصل للعضلات اللي بتنظم عمليه التنفس او البرنسبل ريسبيراتوري مسلز ممكن يؤدي لاختناق ولا وفاه حسب الدوز طبعا. اوفر ستيميليشن اوف بوث سينابتيك اسيتيل كولين ريسبتورز كوزز ان كنترولد مسل كونتراكشن التيميتلي ليدنج تو ريسبتور ديسنسيتايزيشن اند باراليزيس. بعد هيك بتصير عندنا ما يسمى بالديسنسيتايزيشن اوف كولينرجيك ريسبتورز، يعني بتبطل يعني بتبطل فيها افينيتي للاسيتيل كولين، ومن ثم بيؤدي لحدوث كومبليت مسل باراليزيس. Nicotinic receptors in the brain are important in cognitive function and behavior. شباب صبايا، بالنسبة لل النيكوتينيك ريسبتورز الموجودة في البرين، راح تاخذوا الكثير الكثير عنها لما تدرسوا مادة الفارماكولوجي، خاصة فارماكولوجي واحد، وأتوقع موضوع جدا جدا شيق وانترستينج. يعني راح تلاحظ انها بتزيد الكونسنتريشن، بتزيد اللي بنسميها اتنشن سبان، بتزيد يعني شغلات كلها تقريبا نيورو ستيمولانت. بنعتبر النيكوتين او الاسيتيلكولين في هذه الحاله يعتبر نيورو ستيمولانت، يعني بيساهم في الكوجنيتيف فانكشن اند بيهيفير. لهذا السبب مع الاسف الشديد يعني التدخين، لو اخذنا النيكوتين مجردا فقط ما لوش اي ضرر، بالعكس يعني له فوائد ممتازه على الكوجنيتيف فانكشن، بس مشكله التدخين مش في النيكوتين عفوا، انما في المواد الكيماويه الاخرى اللي تحتوي عليها السجاير. في عندنا على الاقل حوالي 517 ماده كيماويه سامه حسب ما بتذكر العدد او الرقم، منها تقريبا 137 ماده مسرطنه. النيكوتين بذاته ما بخلق كانسر او تيومرز، انما ممكن في حاله تشكل التيومر انه يسرع النمو الخاص بالتيومر والديفيجن او الان كنترول ديفيجن اوف ذا تيومر سيلز، لكن النيكوتين كمادة منفردة لها وحدها ما لها أضرار. بالعكس، حتى النيكوتينيك أسيد تعتبر من الأشياء اللي بتقلل الباد كوليسترول إن ذا بلاد. بس المشكلة في التدخين إنه لا يحتوي فقط على النيكوتين، إنما يحتوي على مواد سامة أخرى. The presence of nicotinic receptors on the synaptic terminals in the reward pathway of the brain explains why tobacco products are among the most highly addictive substances known. يعني إضافة لتأثيره على الكوجنيتيف أريا، بيأثر كمان على الريوردينج سيستم. إيش هو الريوردينج سيستم شباب صبايا؟ في جسمنا زي ما بتعرف أو في دماغنا في عندنا منطقة اسمها limbic system أو الجهاز الحوفي، اللي مسؤول عن الكنترول اوف ايموشنز اند بيهيفير اوف ذا هيومن. هاي شيء او فرع خاص في علم الاعصاب الحديث بنسميه افكتيف نيوروساينس، ممتع جدا وشيق جدا لو تدرسوه، بس مع الاسف الشديد هو مش من ضمن مواد البيزك. موجود يعني كفرع في مساق النيوروساينس او النيوروفسيولوجي، بس ما بياخذوه بالتفاصيل. وانا بالنسبه لي هذا من امتع واكثر العلوم، يعني اكثر علم شيق في مجال علم الاعصاب. لكن باختصار اللي بنص عليه انه موجود عندي في البرين ريوردينج سنتر اند بانشمنت سنتر، يعني مركز الثواب ومركز العقاب. احساسك مثلا بالفرح، احساسك بالتحفز انك تعمل شيء معين، احساسك بالرضا عن الذات، وجود طموح عالي عندك ماشي الحال، هذا كله ايش؟ بحفز الريوردينج سنتر. بينما احساسك بالالم
الألم النفسي بقصد، إحساسك بالندم، بالحسرة، إحساسك بالإحباط، باليأس، ماشي؟ كل هذا بسبب تحفيز البنشمنت سنتر. طبعا حسب قدرتك أو حسب قديش بيكون عندك القدرة على الدربة وعلى تحفيز الريوردينج أو البنشمنت سنتر، على أساسها تتشكل البيرسوناليتي بتاعت الإنسان. هلا النيكوتين من الأشياء اللي ممكن تأثر على الريوردينج سنتر إيجابيا، ومن ثم بحس الإنسان في مشاعر إيجابية، لكن مع الأسف الشديد ما بنقدر من السيجارة سموكس نحصل فقط على النيكوتين، رغم كل الفوائد الإيجابية اللي تحدثنا عنها للنيكوتين، سواء في الكوجنيتيف فانكشن، إنه زي ما حكيت لك بزيد عندك الأليرتنس، بزيد الاتنشن سبان، بقوي الميموري، بحفز الليرنينج سنتر، بحفز الكريتيكال ثينكينج سنتر، وكمان تأثيره على الريوردينج سنتر. لكن مع الأسف الشديد كل هذه بتخلي الإنسان اللي بدخن مدمن أكثر على التدخين، لأنه ما بيقدرش يتخلى عن هاي المزايا الإيجابية بسهولة، ولكن في ذات الوقت مع كل سيجارة بدخل تقريبا زي ما حكيت لكم حوالي 517 مادة كيماوية سامة، منها 137 مادة مسرطنة. فالشيء يذكر مش أكثر. هلا الألزهايمر ديزيز أكيد كلكم سامعين عنه، اللي هو المرض اللي بيصيب بشكل عام كبار السن، بس الفترة الأخيرة ممكن كمان يصير في سن أصغر وإن كان بحالات أقل شيوعا. نيورونز اسوشيتد وذ الاستيلكلين سيستم ديجنريت ان بيبل وذ الزهايمر ديزيز، عشان هيك بصير عندهم ديتيريوريشن للكوجنيتيف فانكشنز. الزهايمر ديزيز افكت 10 تو 15% اوف بيبل اوفر ايج 65 اند 50% بيبل اوفر ايج 85، يعني مع كل الادفانس ان ذا ايج الفريكونسي اوف ذا الزهايمر ديزيز بسبب الديجنريشن اوف ذا كولينيرجيك نيورونز ان ذا برين اور ان ذا سنترال نيرفس سيستم. Because of the degeneration of cholinergic neurons, this disease is associated with a decreased amount of acetylcholine in certain areas of the brain and even the loss of the both synaptic neurons that would have responded to it. وهذا طبعا مدخل في الموضوع شغلة ال desensitization of the receptors. فهو يعني a disease with a complex pathogenesis. These defects and those in other neurotransmitter systems that are affected in this disease are related to the declining language and perceptual abilities, confusion, and memory loss that characterize the Alzheimer's victims. ما ببلش فقدان الذاكرة على طول، بتوقع قبل هيك declining language ability، يعني فقدان الإنسان مقدرته على التعبير، أو فقدان الإنسان مقدرته على perceptual abilities، يعني قدرته على الاستيعاب لما يقوله الآخرون أو لما يقرأ أو لما يشاهد أو يسمع. بعد هيك تبلش عملية الكونفيوجن، الاضطراب الذهني، وبتحول لا ميموري لوس ذات كاركترايزز ذا الزهايمرز فيكتيم. بشكل عام أبرز الأشياء أصدقائي الأعزاء، أبرز الأشياء اللي ممكن تحمي الإنسان من هذا المرض المأساوي شغلتين. الشغلة الأولى هي الفيزيكال أكتيفيتي، لأنه كل ما الإنسان نشط بدنيا كل ما زاد تدفق الدم وتدفق الاكسجين للبرين، ومن ثم يعني بأخر على الاقل، اذا ما حكينا بيمنع، بأخر على الاقل الالزهايمر او بيمنع تطوره للمرحله السيئه من المرض. والعامل الاخر صدق او لا تصدق، مش بس للالزهايمر، لكل الامراض اللي ذات علاقه في الديمنشيا اللي هو الخرف، مرض الخرف اللي بيصيب كبار السن، أبرز عامل وقائي من ذلك هو النشاط الذهني. كل ما الإنسان قرأ أكثر، كل ما الإنسان شمل دماغه في mental activities ماشي الحال، كل هذا بيكون عامل وقائي من الإصابة بهذه الأمراض. أوبس، على فكرة هذا السلايد صح شرحته أنا، بس هو من سلايدات السيلف ستادي، نسيت أحكي لكم، حصل خير. تمام، هلا بننتقل ل other category of neurotransmitters اللي هن البيوجينيك امينز. البيوجينيك امين نيوروترانسميتر ار ميد فروم امينو اسيدز از فولوز. عندنا الكاتيكولامينز ميد فروم تايروزين امينو اسيد. التايروزين على فكره بيصنع شغلتين، بيصنع الكاتيكولامينز وبيصنع كمان بعض الهرمون زي الثيرويد هرمونز، جميعهن تعتبر تايروزين ديريفاتيفز. أبرز الكاتيكولامينز that are derivative of monoamine amino acids such as tyrosine عندنا الدوبامين، نور إبنفرين،
اند ابنفرين. شوف اصدقائي، بشكل عام المونوامين نيورو ترانسميتر اللي بيشكل هذه الكاتيجوري حسب طبيعه النيورو ترانسميتر بتشكل المجموعه من النيورو ترانسميتر ذات الصله. مثلا للتايروزين زي ما انتم شايفين عندنا الكاتيكولامينز اللي بتشمل دوبامين نور ابنفرين ابنفرين. عندنا مثلا من امينو اسيد اسمه تريبتوفان بتصنع النيورو ترانسميتر اللي بتفرزه البينيال جلاند اللي اسمه ميلاتونين. تمام؟ من الهيستيدين بتصنع الهيستامين. الهيستامين اذا كان موجود في السنترال نيرفس سيستم برضه يعتبر من النيورو ترانسميتر، مش فقط له بريفرال فانكشن اللي تحدثنا عنها سابقا ومطولا لما حكينا عن الفاز دايليشن ودور الهيستامين في الالرجي. لا، الهيستامين كمان بيؤثر على السنترال نيرفس سيستم، يعتبر سنترال نيورو ترانسميتر، له علاقه بشكل اساسي في الابيتايت ريجوليشن. ففي له وظائف متعدده، هو ديريفاتيف اوف بيوجينيك امين اسمه هيستيدين. فان الهيستيدين عندنا التريبتوفان اللي بتصنع منه احكوا معي اللي بتصنع منه الميلاتونين، الميلاتونين بالضبط، والتايروزين اللي بتصنع منه الكاتيكولامينز. الباركنسون ديزيز سببه نقص الدوبامين. ليش احنا حكينا عن الدوبامين؟ دكتور في حد السيروتونين تريبتوفان برضو السيروتونين صحيح لسبب بسيط، لانه من التريبتوفان بتصنع هلا البينيال جلاند. بعرفش اذا حكيتكم هذا الشيء سابقا او لا، البينيال جلاند اللي موجوده في الايبيثالاماس بتاخذ التريبتوفان، تمام، بتصنع منه ميلاتونين، بتصنع منه سيروتونين، وبتصنع منه ماده اسمها دي ام تي اللي هي داي ميثيل تريبتوفان. الداي ميثيل تريبتوفان هذه بجوز سامعين عنها قبل هيك، تعتبر من اقوى واخطر المخدرات في العالم. إذا قرأت رواية أو حضرت فيلم اسمه الفيل الأزرق بيحكي عن هذا النوع من المخدر اللي بيعمل حالة عالية جدا من الإكستاسي، بيعطيك شعور كثير عالي، يعتبر مثبط قوي جدا للألم. هذا بتفرز البينيال جلاند فقط في حالة الاحتضار يعني قبيل الموت، أو في حال عندنا سيفير تروما. تمام؟ هذول كلهم من التريبتوفان. هلا أكيد أكيد سمعتوا في شيء اسمه وينتر ديبريشن او سيزونال ديبريشن، او في العربي بنسميه كآبة الشتاء. بنسمع حد فيها فيكم اكيد سامعين فيه 100% سامعين فيه، لانه يعني كمصطلح كثير شائع. الدول اللي ما بيطلع فيها الشمس كثير زي الدول الاسكندنافية مثلا زي فنلندا والنرويج والسويد والى اخره، هذه الدول اصدقائي الميلاتونين يصنع بكثرة من التريبتوفان، فبيضلش في البينيال جلاند تريبتوفان كافي اللي يصنع سيروتونين. والسيروتونين المعروف له علاقه كبيره في موضوع المود ريجوليشن، لهذا السبب ممكن يقع الانسان ضحيه الاكتئاب بسبب نقص السيروتونين، بسبب يعني استغلال التريبتوفان الموجود في البينيال جلاند من اجل تصنيع الميلاتونين. انترستنج كثير هذا، انا كثير بحبها. ايش كمان كنا نحكي؟ يس، الباركنسون ديزيز. This disease involves the loss of dopaminergic releasing neurons in the substantia nigra. شوفوا أصدقائي، هذا المرض نقدر نتعلم منه الكثير فيما يخص الفسيولوجي مش فقط الباثولوجي. ركزوا معي، بشكل عام الدوبامين اللي تحدثنا عنه قبل قليل اللي هو جزء من الكاتيكولامينز اللي هي derivative of tryptophan، عفوا derivative of tyrosine، أكرر أسفي derivative of tyrosine وليس tryptophan، بالخطأ حكيت tryptophan. تمام؟ الدوبامين له وظائف كثيرة، مش فقط انه بحفز بحفز ما يسمى بالريوردينج سنتر اللي هي بيخلق شعور من الغبطة، شعور من الفرح الشديد، شعور من الانتشاء. ماشي؟ يعني لما طلعت نتيجتك في التوجيه وحصلت على المعدل اللي بدك اياه، كل الفرح اللي كان غامرك معبي الدنيا هذا سبب الدوبامين، دماغك بلش يفرز الدوبامين بكثرة. لما الانسان ياخذ مثلا رخصه سواقه لاول مره، لما يربح جائزه كبيره ماشي الحال، لما يسافر لاول مره خارج بلده ويروح على مناطق كان يقرا عنها ويحبها، ماشي، كل هذا بيفرز دوبامين بكميه كبيره وبحفز ما يسمى بالريوردينج سنتر، فبحس بشعور ايجابي. هاي احد وظائف الدوبامين. وظيفته الاخرى انه يعتبر من الموتور ريجوليترز، من النيورو ترانسميترز اللي بتنظم الحركه على مستوى البيزل جانجليا اوف ذا برين. حكيت لكم سابقا ايام مصل، بعرفش اذا كنتم تذكرون او لا، حكيت لكم بعتذر
حكيت لكم انه في عندنا ثلاث مستويات للريجوليشن اوف ذا موتور فانكشن ان ذا برين، او ثري ليفلز اوف موتور اورجنايزيشن. حكينا في عندنا استراتيجيك ليفل اللي بتشكل من البيزل جانجليا، بتشكل من البرايمري موتور كورتكس. عندنا التاكتيك ليفل اللي بتشكل من الانتيرير بريموتور كورتكس ومن السبلمنتري موتور اريا، وعندنا السيريبيلم. هذول بيشكلوا ما يسمى بالتاكتيك ليفل. وعندنا الاكسكيوتيف ليفل اللي هو المستوى التنفيذي اللي بيشمل السباينال كورد وبيشمل البرين ستيم. هلا باختصار شديد، على مستوى التاكتيك ليفل، على مستوى يس التاكتيك ليفل، اذا انا بدي اكون بحركه ما، دماغي بحط خطه الحركه، بحدد مدى الحركه، واهم شيء بحدد غايه الحركه. بنقول الى مين؟ للاستراتيجيك ليفل. تمام، الاستراتيجيك ليفل بحط تفاصيل الخطه الحركيه، اني العضلات اللي لازم تنقبض، اني اللي لازم تنبسط مشان احافظ على التوازن اثناء الوقوف او اثناء المشي او الى اخره. وبعد ما تتشكل تفاصيل خطه الحركه بتنتقل للاكسكيوتيف ليفل اللي هي بيمثلها السباينال كورد والبرين ستيم، اللي بيرسل لها عبر الالفا موتور نيورون للسكليت المفصل وبتصير الحركه. تمام، هلا الدوبامين بيشتغل على مستوى التاكتيك ليفل، على مستوى او مش التاكتيك ليفل عفوا، على مستوى الاستراتيجيك ليفل اللي يعني اللي هو الاعلى، خلينا نقول اللي موجود في البيزل جانجليا، وتحديدا منطقه في البيزل جانجليا اسمها سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا نيجرا معناتها الماده السوداء. تمام، هذه الماده السوداء تفرز الدوبامين اللي زي ما قلت لكم له دور جدا مهم في موضوع الريجوليشن اوف موفمنت. هلا في الباركنسون ديزيز بصير عندي ديستركشن للدوبامينرجيك نيورونز الموجوده في السبستانشيا نيجرا، فبيبطل موجود عندي الدوبامين وبتعطل دوره في تنظيم الحركه. Symptoms of the Parkinson disease include persistent tremor، بصير عندنا رعشان لهذا السبب، من اسمائه ايضا الشلل الرعاشي، head nodding and bill rolling behavior, forward bent walking posture. هذا الناس بتكون خطواتهم اوسع لانه يعني بحرك الليج يعني في اتجاه البريفيريا مسافه اوسع من المعتاد. shuffling gait and stiff facial expression and they are slow in initiating and executing movement. على فكرة تشخيصيا أكثر شيء إحنا بنحس فيه إنه له علاقة في الباركنسون ديزيز لما يبلش يتغير الهاند رايتنج اللي هو خط المريض. ليش؟ لأنه تحريك القلم بالأصابع ما بيكون بنفس الكفاءة المعتادة، فإذا صار تغير مفاجئ في خط المريض هو نفسه ما بيقدر على تفسيره. مع حدوث أو بداية حدوث التريمر أو الرعشان ممكن إيش نبلش نشك في الباركنسون، بنبلش إجراءات تشخيصية اللي بتأكد ذلك أو تنفيه. بس أصدقائي مش كل ارتعاش في الإيدين سببه الباركنسون، مشان تكونوا واضحين. يعني مثل مرضى الجهاز التنفسي اللي بياخذوا كثير سالبوتامول، البخاخات هذه اللي هي أجورست للابنفرين اللي بتعمل برونكو دايليشن، برضه بسبب الابنفرين بصير عندهم ايش؟ تريمر، لان الابنفرين كمان بيعمل تريمر، بزيد ايش؟ الماسكولار اكتيفيتي خاصه في الايدين او في اصابع الايدين. لهذا السبب دائما الانسان لما يكون خايف او متوتر بحس برضه في ايش؟ بارتعاش، يعني ممكن يكون علامه من علامات الستريس. تمام، the cause is not clearly understood. شو السبب اللي بصير في الباركنسون؟ but loss of the dopamine neuron is critical. السبب هو ايش؟ فقدان الدوبامينيرجيك نيورون اللي بصير لديستراكشن. ننتقل بعد هيك للادرينيرجيك ريسبترز، برضو تعتبر من ضمن الكاتيكولامينز. ادرينيرجيك ريسبترز ار يوتيلايزد باي نيورو ترانسميتر نور ابنفرين اند ابنفرين. نور ابنفرين از فاوند ان بوث سي ان اس اند بي ان اس، بات ابنفرين از فاوند مينلي ان ذا بي ان اس. ليش؟ مين بقول ليه؟ مين عنده تفسير؟ ليش الابنفرين mainly is found in the peripheral nervous system بينما النور ابنفرين والابنفرين كلاهما موجود في السنترال نيرفس سيستم؟ حد عنده اي يعني تأويل لذلك او اجتهاد؟ حسب الريسبتور تاعهم، مثلا لا، يكون ريسبتر واحده، ريسبتر واحده، الفا او بيتا معروفه، يعني الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 اللي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. بس ايش اللي بيخلي الابنفرين اكثر بكثير في البريفرال من النفرال؟ هو موجود في البريفرال والسنترال. تمام، عشان في النور كونتراكشن ابنفرين موجود في صراحة. البريفرال؟ نو،
السبب صديقي اللي حكيت المحاضرة السابقة، الإبنفرين والنور إبنفرين لهما مصدران، اللي هن الأدرينيرجيك نيورونز، تمام، أز نيورو ترانسميتر، والأدرينا المظلة، تمام، الأدرينا المظلة اللي هي موجودة في البريفيريا، موجودة في السوبرارينال كورتكس اللي بنسميها كمان أدرينال كورتكس، موجودة أز ذا مظلة أوف ذيس جلاند، تمام. هلا شو المختلف؟ المختلف إنه الأدرينا المظلة لما تصنع الكاتيكولامينز 80% من انتاجها بيكون ابنفرين 20% نور ابنفرين، بينما الكولينيرجيك نيورونز 80% من انتاجهم نور ابنفرين و20% من انتاجهم ابنفرين. مش تنسوا هذه، اوعدوني ما تنسوها، لأنا كثير بساعدكم في الفارماكولوجي. اذا الكولينيرجيك نيورونز 80% من انتاج النور ابنفرين 20% من انتاج ابنفرين، بينما الادرينال المظله 80% من انتاجها ابنفرين 20% نور ابنفرين. لهذا السبب بنلاقي الابنفرين موجود اكثر في الليريا. از فاوند مين ان ذا بريفرال نيرفس سيستم. كمان البريفرال نيورونز، ماشي، تفرز ابنفرين شوي اكثر ما تفرز نور ابنفرين. بس السبب الاساسي لوجود الافيلابيليتي للابنفرين في البريفيريا اوف ذا بادي اكثر ما هي في السنترال هي وجود الادرينال المظله، او على الاقل انا ازعم ذلك او اجتهد في تفسير ذلك. اوكي، ادرينرجيك comes from historical use as noradrenaline and adrenaline for norepinephrine and epinephrine respectively. لهذا الاسم القديم للادرينالين نورادرينالين كان ايش؟ او الاسم القديم للابنفرين نورابنفرين كان ادرينالين اند نور ادرينالين. لهذا السبب نسميهم ادرينرجيك نيورونز او ادرينرجيك ريسبتورز. ادرينرجيك ريسبتورز ار جي بروتين كابل ذات ار جنرال لينك تو سكند مسنجر سيجنال ترانزدكشن باث واي. شوفوا اصدقائي، لما تفوتوا في الفارماكولوجي بعض المعلومات اللي احنا مرينا عليها مرور الكرام، زي اي نوع من الجي بروتين موجود او بحفز كل ريسبتور من الريسبتورز المختلفه. يعني مثلا الالفا 1 بحفز الجي كيو بروتين، الالفا 2 بحفز الجي اي بروتين، البيتا باشكال مختلفه بتحفز الجي اس جي بروتين، تمام. هذه ممكن احنا مرينا عليها مرور الكرام، ولكن لما تاخذ الفارماكولوجي راح تدرسون بتفصيل التفصيل، عشان هيك يعني بي بريبيرد فور ذات. عندنا الالفا ادرينرجيك ريسبتر الفا 1 الفا 2، بيتا ادرينرجيك ريسبتر بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. بيتا 3 كنا بهمناش في دراستنا للجهاز العصبي، لانه اكثر شيء بكون موجود في الفات تيشوز، واللي بيؤدي ل بعتذر اللي بيؤدي لحدوث موبيلايزيشن للفري فاتي اسيدز. اهم شيء تعرفوه بالنسبه للبريفرال افكت اللي بتعلق بالالفا ريسبتورز هي انه ارتباطه في الالفا 1 هو اللي بيسبب البازو كونستريكشن، ارتباطه في البيتا 2 هو اللي بيسبب البازو دايليشن، ارتباطه في البيتا 1 الموجوده في الهارت هو اللي بيسبب الانكريز هارت ريت. طبعا دوره على مستوى السنترال نيرفس سيستم، يعني ارتباطه في الريسبتورز الموجوده في السنترال نيرفس سيستم معروف، الابنفرين نور ابنفرين ماله؟ يعتبر اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، مسؤول عن الاليرتنس، مسؤول عن اليقظه، مسؤول عن شغلات كثيره. وايضا من الاشياء اللي بتحفز الريوردنج سنتر حسب الدوز. نيجي للسيروتونين which is also known as 5 هيدروكسي تريبتامين or 5 اتش تي سي ان اس نيورو ترانسميتر and is also made by enterochromaffin cells in the gut about 90% and is taken up and stored in nerve terminals and the platelets. Functions of serotonin: regulating sleep, emotions, يعني يعتبر one of the major mood regulators. أسألكم سؤال صغير، هل تناولنا للطعام ممكن يؤثر على منسوب السيروتونين في أدمغتنا أو في جسمنا عموما؟ يفترض هيك لأنه بدنا أمينو أسيد. 100% هو مأخوذ من أمينو أسيد اللي هو التريبتوفان، ولكن ركزوا معي منيح، التريبتوفان منشان يقدر يوصل للبرين وتم تصنيعه على شكل سيروتونين
يجب أن يؤخذ بمعزل عن الأذر بروتينز، يعني ما يكون ضمن طعام بروتيني، لأنه هذا بيعمل زي كومبيتيشن أو تنافس وبيقلل دخول التريبتوفان للبرين. الطريقة الأسهل والأسرع لتوصيل التريبتوفان للبرين من أجل تصنيعه على شكل سيروتونين إن ناخذه مع الكاربس. تمام؟ بتعرفوا أطعمة معينة غنية بالتريبتوفان اللي ممكن تحسن المزاج مثلا تناولها؟ عندكم فكرة ولا ما عندكم؟ لا والله. طيب، طيب أبرز الأطعمة اللي بتحتوي على التريبتوفان هي الموز. تشوف ايش الكروت دائما بتنطوط بتكون مبسوطة. كمان بذور عباد الشمس، وتحديدا بذور القرع الأبيض. تعرفوها بذور القرع؟ البعض بيسميها خطأ بذور اليقطين، بس بذور اليقطين مختلفة. بذور القرع، بذور البوب كورن. تمام؟ هذه أيضا تحتوي على نسبة عالية من التريبتوفان. ففترة الامتحانات كلوا موز، كلوا بذور قرع، كلوا أي أشياء ممكن إيش ترفع لك منسوب السعادة أو منسوب الروح الإيجابية اللي بتمكنك إنك تواجه أعباء الدراسة بنفسية حلوة. الفايف هيدروكسي تريبتامين ريسبتورز إن ذا أريا بوست تريميا آر إنفولد إن ذا فوميتنج ريفلكس. This is very important شباب. Very very important. زونا بوست تريميا موجودة في البرين، في منطقة بنسميها كيميكال سنسيتيف زون، ماشي الحال؟ ذات صلة بتنظيم عملية تنظيم ما يسمى بالفوميتنج ريفلكس. هذا بندرسه إن شاء الله تعالى بتفاصيل أكثر لما نوصل للجاستو انتستينال فيسيولوجي. ريجوليت سيل جروث، فاسكولار سموث مسل سيل كونتراكشن. لهذا السبب السيروتونين اللي بتفرزه البليتلتس لما يصير عندنا انجري زي ما درسنا في الهيماتولوجي ماشي الحال، بيؤدي او بيساعد في الخطوه الاولى من الهيموستازيز اللي هي المصل سبازم. سي ان اس نيورو ترانسميتر هوز ميجر لوكيشن از ان ذا هايبوثالاموس. هيستامين از كومونلي نون فور باراكراين اكشن. هذا جميعنا بنعرفه، الرول اوف هيستامين اللي هو derivative of histidine monoamine neurotransmitter أو biogenic amine. جميعنا بنعرف ال peripheral role اللي هو ال vasodilation، ماشي؟ but it is also found in the peripheral nervous system. It is involved in allergic reaction, nerve sensitization and acid production in the stomach. لهذا السبب من الأدوية التي تستخدم لعلاج الجاسترايتس أو علاج البيبتيك ألسر نستخدم دواء اسمه H2 بلوكر. H2 بلوكر H2 هيستامين ريسبتورز، بس فيها 1 وفيها 2. لهذا السبب لما نعطي H2 بلوكر احنا بنعطل او بنقلل من افراز الحمض في المعدة، ولكن ما بنأثر على الوظائف الاخرى للهيستامين اللي ممكن ترتبط في ال H1 ريسبتور زي تلك التي موجودة في البرين. ابرز وظيفه له هو السليب ريجوليشن والابيتايت ريجوليشن. عشان هيك طبعا هو بيعمل، لاحظوا معي ركزوا معي منيح، الهيستامين على مستوى البرين بيعمل لنا اليرتنس. شان اليرتنس يعني بخلينا مصحصحين، لكن لما نعطي الانتي هيستامين من السايد افكت لهذه الادويه خاصه الاولد جينيريشنز، هلا في نيو جينيريشنز يعني مشغول عليها الادويه بشكل مختلف، راح تعرفوا هاي التفاصيل لما تدرسوا الفارماكولوجي. لكن النوع القديم منها الانتي هيستامين اللي كانت تنعطى للالرجي كعلاج للالرجي وكعلاج الشباب كثير، كان السايد افكت لها انها تنوم. هلا الناس اللي بيعانوا من مشاكل في النوم لانه ما بيقدروش ياخذوا حبوب منومه او حبوب مرخي، لان هذه لا تصرف الا بوصفه طبيه خاصه في البلاد اللي فيها رقابه، وبلادنا من ضمنها للعلم يعني فيش عنده مزح في هذه الامور. كمان يعني استحدثوا قانون انه حتى هذه الادويه مش اي طبيب بيقدرش يكتبها على الوصفه اللي بتحمل اسمه فقط، لازم يجيب دفتر وصفات خاص من وزاره الصحه الفلسطينيه ويكتب هذه الادويه. فشو بيلجأوا، لانه الاشي كثير معقد، انه مش ممكن يشتري بدالها انتي هيستامين، لانها ايش؟ من السايد افكت لها انها بتعمل زي سيديشن. تمام؟ دوره في المود ريجوليشن كثير كثير مهم في الابيتايت.
في الابيتايت كمان ريجوليشن كثير كثير مهم. يس، نوصل اخيرا للامينو اسيد نيورو ترانسميتر. انا ذكرت لكم اربعه منهم في بدايه المحاضره، اللي هن الجلوتاميت، الجابا، الجلايسين، وما يسمى بالاسبريت. امينو اسيد نيورو ترانسميترز ات اكسايتاتوري سينايسز ار اسبريت. جلوتاميت از ذا موست بريفالنت اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر ان ذا برين. لكن اصدقائي ارجوكم احسن لا تكونوا مستقبلا خدعنا الاقرع واحنا صغار في سنه ثانيه، وضحك علينا وحكى لنا انه الجلوتاميت از ذا ميجر اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، اذا ما لهش انهبيتوري. لا له، ولكن كيف؟ بيعتمد على طبيعه الريسبتورز. في عندي تو ميجر كاتيجوريز اوف جلوتاميت ريسبتورز، واحد منهم اذا ارتبط فيه الجلوتاميت بيعمل اكسايتيشن وهو الاكثر انتشارا في البرين، ولكن في بعض الريسبتورز اذا ارتبط فيها الجلوتاميت بيعمل انهبيشن، زي الريسبتورز الموجوده على الاوف باي بولر سيلز ان ذا ريتنا. تمام. امينو اسيدز اند نيورو ترانسميترز ات انهبيتوري سينابسز ار جلايسين اند جابا. هلا اذا عندي اسبريت وعندي جلوتاميت، كلاهما اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. معلش عند الجلوتاميت شوي بدي اوقف بزياده. ليش؟ لانه مرتبط كثير في الكلينيكال فيسيولوجي. اعطيك مثال، في عندنا ظاهره اسمها اكسايتاتوري انسلت او اكسايتاتوري ستروك. شو المقصود في هذا الكلام؟ هاي البرين، تمام؟ في عندي هون دوبامينيرجيك نيورون اللي بتفرز، عفوا مش دوبامينيرجيك، جلوتامينيرجيك نيورونز اللي بتفرز جلوتاميت، تمام؟ هذا الجلوتاميت بحفز خلايا دماغية أخرى. ركز معي، لما يصير عند الإنسان انسلت أو جلطة دماغية هاي الخلايا بتموت، تمام؟ فرضا ساعتها الدماغ، لأنه كثير يعني مركب بشكل كثير كثير معقد، يعني يحيط بكل التفاصيل، يدرك انه منطقه منه خرجت عن الخدمه. هاي المنطقه منه، منطقه الاسكيميك زون او الستروك زون، خرجت عن الخدمه. فهذا بيخلي الجلوتامينيرجيك نيورونز تزيد انتاجها بشكل كثير قوي للجلوتاميت، على اساس ايش؟ يحاول يحفز هذه المنطقه. فايش اللي بصير؟ الجلوتاميت هذا من جهه لما يروح على خلايا اخرى بتصير يعني سوبر اكسايتد، فبتتعب وبتتلف، ماشي؟ تتعب وبتتلف، فبصير عندنا زي انتوكسيكيشن او اكسايتاتوري انتوكسيكيشن، فتزداد الزون تاعت الستروك بدل ما تقل. ليش؟ لانه الخلايا كثير تلفت بسبب التحفيز الزائد اللي ناجم عن افراز الجلوتاميت كمحاوله للتعويض عن النقص اللي صار في المنطقه اللي تسبب فيها الستروك. بالنسبه للجلايسين، It is the major inhibitory neurotransmitter in the spinal cord and the brain stem، تحديدا في السباينال كورد. شوفوا شباب، في مرض موروث بولد مع الانسان اسمه هايبر جلايسيمينيا. هذول بكون عندهم الجلايسين كثير زايد، فممكن يعمل انهبيشن للسباينال كورد ويعيق الحركه. هلا علاجه جدا بسيط، بنعطي دواء اسمه ستار كينين. الستار كينين كيميكالي او از استراكشر بيشبه الجلايسين، ولكن ما بيعمل نفس الافكت تبعه. فهذا لما ينتشر في الجسم بيروح على الريسبتورز تاعت الجلايسين اللي موجوده في السباينال كورد، بيرتبط فيها، تمام، وبيمنع ارتباط الجلايسين فيها. هلا اذا هو ارتبط فيها ما بيؤدي لنفس الافكت، بس في نفس الوقت ايش؟ بيعمل كومبتيتيف انهيبيشن للجلايسين، فما بيرتبط في هذا الريسبتور، فبيقلل من تاثير الجلايسين. بهذه الطريقه بصيرش عندنا انهيبيشن للفانكشنز اوف ذا سباينال كورد. الجلايسين والجابا اللي هو ذا ميجر انهبيتور نيورو ترانسميتر ان ذا برين نوت ان ذا سباينال كورد، كلاهما بيشتغلوا من خلال الكلورايد شانلز، يعني بيؤدوا لفتح السي ال ماينس شانلز او الكلورايد شانلز، ومن ثم بصير عندنا هايبر بولاريزيشن في الخلايا اللي بتاثر، اللي بتشتغل عليها وبتاثر عليها، ومن ثم بصير عندنا انهبيشن لها. على فكره نوعين من الأدوية، نوع بنسميه سيداتيف دراجز اللي هي بترخي البني آدم، بترخي الأعصاب شوي، بترخي العضلات، يعني عمليا بتساعدك على الدخول في النوم، ما بتنومك بس المرحلة الضرورية لما قبل النوم بتدخلك فيها بسهولة، رغم توترك، رغم قلقك، رغم هذا بنسميه سيداتيف دراجز. وفي أدوية بتنوم بشكل مباشر بنسميها هيبنوتيك دراجز. هلا كلا المجموعتين الدوائيتين بيشتغلوا بطريقة مشابهة للجابا وللجلايسين، انه بيفتحوا الكلورايد شانل
بفوت الكلورايد جوا الخليه بصير جواها نيجاتيف، فبصير عندنا هايبر بولاريزيشن. ف عمليا بنعمل انهبيشن لوظيفتها. اخيرا من النيورو ترانسميتر ننتقل للنيورو بيبتايد. النيورو بيبتايد من اسمها بيبتايد، شو يعني بيبتايد؟ مش امينو اسيد واحد، مجموعه من الامينو اسيدز اللي بتشكل البيبتايد. جزء منها ممكن يكون يعني سمول بيبتايد، جزء منها ممكن يكون كومبليكيتد بيبتايد، يوصل حتى لدرجه الكومبليت بروتين ستراكشر. Neuropeptides are short chains of amino acids with peptide bonds. Some 85 neuropeptides have been identified, but their physiological roles are not all known. لكن الجزء البسيط اللي تم الكشف أو إماطة اللثام كاملة عن طبيعته الوظيفية يعني جدير بالاهتمام. In the cell body, the precursor protein is packaged into vesicles which are then moved by axonal transport into the terminal where the protein is cleaved by specific peptidases. ايش هي البيبتايدازز؟ هي مجموعه من الانزيمز اللي بتعمل destruction للبيبتايدز. Many of the precursor protein containing multiple peptides which may be different by copies of one peptide neurons that release one or more of the peptide neurotransmitters are collectively called peptidinergic neurons. In many cases, neuropeptides are ايش انا مش واضح عندي على السلايد. are concentrated with another type of neurotransmitter. فهمت عليكم، انه بصير عندنا زي الكو فاكتور لا other neurotransmitter، والاذر neurotransmitter ممكن يكون كو فاكتور للنيوروبتايد as neuromodulator. بس معلش انا اسمحوا لي اشرح بمزيد من الاسهاب عن موضوع بتعلق في النيوروبتايدز. أرجوكم هذا المثال ما تنسوه للأبد حتى لو مش موجود في السلايدات. الله يرضى عليكم لا تكونوا محدودي التفكير، أي شيء فيه فائدة لازم تقتنصوه يا شباب. طلعوا، في عندنا لارج بروتين موجود عندنا في بعض الخلايا الدماغية اسمه بي او ام سي. بي او ام سي هذا اختصار لبري اوبيو ميلانو كورتين. بري اوبيو ميلانو كورتين. بري اوبيو ميلانو كورتين هذا ايش؟ اللارجر بروتين بريكيرسرز. تحت تاثير البيبتايدازز بتحول ل بري، بطل بري بروتين، هاي صار اسمها سيجنالينج بيبتايد. او اوبيويدز ام ام اس اتش وكورتين اي سي تي اتش. طلع one larger precursor protein تحول ل four small proteins اللي هن signaling peptide بدل البري بروتين، ام اس اتش اللي هن ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمونز، هاي عبارة عن نيورو ترانسميتر بيطلع للدم، ما زال طلع للدم صار اسمه هرمون، وكونه جاي من نيرف سيلز بنسميه نيورو هرمون، بيمشي في الدم وبروح على الميلانوسايتس اللي موجوده في السكن وبحفز انتاج الميلانين ام اس اتش. ارجوكم تتبعوا هذا الشرح لانه جدا جدا حلو ومهم، وهلا بيعطيك معلومات كثير بتجنن. وعندك هاي الام اس اتش، عندك الاو بيطلع لي الاوبيويدز. الاوبيويدز سمعتوا عمركم في كلمه اوبيوم او اوبيوم؟ في الافلام، في المسلسلات، في الروايات الانجليزيه للي بيقرا روايات انجليزيه، عمركم سمعتوا في هاي الكلمه اوبيوم؟ اوبيوم او اوبيوم الدراكس بالضبط، او في العربي بنسميه الافيون. سامعين في الافيون اكيد، بشكل من اشكال المخدرات المنتشره في جنوب شرق اسيا. تمام، هلا ليش سميناها اوبيويد؟ لانها زي الاوبيوم تفرز شغلات تعمل ستوبج للنيرف، عفوا للبين سنسيشن، للاحساس بالالم على مستوى سنترال، يعني تعمل كت اوف
لا السنسوري باثويز المرتبطه بالبين، وبتعمل تسكين للالم، تمام، وفي نفس الوقت تعمل حاله من النشوه او الاحساس الجميل، خلينا نقول، او الفيلينج هاي. اوكي، ابرز هاي الاوبيويد اللي هي المورفين. المورفين دواء مهم جدا، بيستخدموه لتسكين الالم عند الاشخاص اللي ببطل ينفع معهم المسكنات العاديه، زي والعياذ بالله تعالى مرض السرطان او غيرهم، تمام. وعندي الرابع اللي هو الاي سي تي اتش ادرينو كورتيكوتروبين هرمون، هو عباره عن نيورو هرمون بروح على الدم، من الدم بنتقل للسوبرا رينال كورتكس وبحفزها انها تنتج كورتيزول، تمام. طلع هاي الصوره ما اجملها، عندي لارج بريكيرسري بروتين اسمه بري اوبيو ميلانو كورتين، تمام. تحتاتي البيبتايديز تكسر لاربع شغلات، تكسر لجزء بصير سيجنالينج بيبتايد، جزء بصير اوبيويد، جزء بصير ام اس اتش ميلانو ساي ستيميليتنج هرمون، وجزء بصير ايش كورتين. هذا بيطلع منه ال اي سي تي اتش اللي بحفز السوبرارينال كورتكس عشان تطلع كورتيزول، اذا بيساهم في التخفيف من الستريس. هذا بيطلع منه الام اس اتش حكينا عنه اللي بروح على الميلانوسايتس، هذا بيطلع منه الاوبيويد، وهذا بيطلع منه بس بضل مجرد سيجنالينج بيبتايد قابل للريسايكلينج. هذول الاوبيويد تحديدا هن اكثر شيء معروف من النيورو ترانسميترز. ابرزها عندي نيورو ترانسميتر اسمه اندورفين، سامعين فيه اكيد، اندورفين او بسموه هرمون السعاده، اندورفين، تمام. المورفين اللي حكيت لكم عنه قبل شويه مش الدماغ اللي بنتجه، ولكن بتم تصنيعه دوائيا، ماشي، بطريقه تشبه الاندورفين. وعندي اذر نيوروبيبتايد اسمه انكيفالين، انكيفالين، هذول جميعهم تعتبر من محفزات الريوردينج سنتر، وتعتبر ايضا مسكنات للالم. بدي احكي لكم كثير كثير عن الاندورفين لانه بصير في حياتنا، ولكن انتم ما بتحسوا فيه شباب. هلا وانت ان شاء الله تعالى الحين بهذه المعرفه بصير عندكم تفسير لكثير ظواهر. بدي اسالكم 3 اسئله. بتلاحظوا ان في ناس مدمنه على الفلفل الحار على الشطه، بيعرف شو ياكل ولا يعيش الا اذا اكل شطه، واذا قطعت عنه الشطه بيكتئب، صحيح. صحيح؟ شو السبب؟ السبب انه متى ما الانسان تناول اي ماده لاذعه بما فيها السبايسي او الفلفل الحار، على طول ببلش الدماغ يفرز اندورفين مشان يخفف الالم، لانه الم شديد اللي بيحدث، مزبوط. في نفس الوقت عدا عن انه بسكن الالم او بحاول يسكن الالم، بيروح على الريوردينج سنتر، فبخلق حاله، بخلق حاله من السعاده والانتشاء. لهذا السبب كل ما نقصت السعادة بروح بوكل فلفل من حيث لا يدري، ماشي الحال، بروح بوكل فلفل مشان يحس بنفس الإحساس. شغلة ثانية، عمرك شفت واحد رياضي، بس رياضي محترف، عداء أو سويمر، تبكي الدنيا عز دين المطر بس بقول لك ما بقدرش إلا أركض، هذاك الصراح، إلا ما تشوفوا هيك نماذج في حياتكم تعود على التعب. المحيطة. إحنا بنكون تعود، بس هو مش تعود، هو اثناء ممارسه الرياضه دائما يفرز الاندورفين، فبحس الانسان بالسعاده. هلا اللي بيمارسوا الرياضه بشكل منتظم ودائم ومحترفين باستمرار، في عندهم اندورفين منيح، فدائما مزاجهم جيد. لهذا السبب لما يوقف عن الرياضه بحس بنوع من الاكتئاب، ان شاء الله بدي ارجع اركض مثلا او ارجع امارس الرياضه المفضله لإلي. عشان هيك يعتبر المشي او الجري او السباحه من العلاجات الطبيعية للاكتئاب وللدبريشن ولا الفتيجابيليتي، خلينا نقول، هذا كله بسبب الاندورفين، تمام. اكزامبلز انكلود، خلصت المحاضرة عندكم مشكلة لو كملنا وخلص بننهي نكمل هذا الفايل خذ راحتك. ونرجع، تمام. لانه البريك حقكم صراحه، بس لانه ما ضلش كثير في الفايل، ومش راح نبلش، مش راح نفضل نبلش فايل ثاني، فبنخلص هذا الفايل وبننهي ان شاء الله تعالى. من الاكزامبلز الخاصه بالنيوروبيبتايدز في عندنا الاندوجينيوس اوبلويد زي الانكفالين اللي حكيت لك عنه قبل قليل، والاندورفينز. هلا المورفين كودين ار سينثيتيك اوبيويد ذات ار يوزد از انالجيزيك بين ريديوسرز، ولكن
بتأثر كمان على الريسبتورز الخاصة بالنيوروبيبتايدز اللي بيفرزها البرين. طيب عمركم سمعتوا عن بعض مدمني المخدرات اللي ممكن يحمل سلاح ولا سكين ويروح على الصيدلية وكله بده دواء قحة؟ سمعتوا في هذه الظاهرة ولا لا؟ أو شفتوها في الأفلام أو لا؟ في لما ينقطع مورفين 100%. ليش؟ لأنه في دواء القحة فيه الكوديين، بعض أنواع أدوية القحة فيها كوديين، فبتلاقيه أدمن على دواء القحة لما إيش؟ يفتقد له المادة اللي بتعطاها، وكانت توصل للعنف أحيانا إنه يأخذ بالقوة الكوديين، فبطلت وزارة الصحة أو وزارات الصحة في العالم تنتج أدوية قحة فيها كوديين. سبستانس بي جدا مهم، released by afferent neurons that relay sensory information into the central nervous system. It is known to be involved in pain sensation. هذا بيعمل ألم مش بوقف ألم، يعني يعتبر من ضمن النيوروترانسميترز which is involved in central neurotransmitters that transmit the sensory information related to the pain. في عندنا طبعا أنواع أخرى من ال endogenous أو من النيوروبيبتايد. عندنا سبستانس واي أو بنسميها سبستانس إجريك، إجريك اللي هو حرف واي في اللغة الإغريقية، ماشي؟ هذه لها دور كبير جدا في موضوع الأبيتايت ريجوليشن ووظائف أخرى. نيجي للجاز نيوروترانسميتر اللي يصنف ضمن الاذرز او الاذر نيوروترانسميترز، لا هي امينو اسيدز ولا هي مونو امايلز ولا هي نيوروبيبتايدز ولا هي ولا هي. الجاز نيوروترانسميتر ابرزها هو الان او. Gases are not released by exocytosis of the synaptic vesicles بس لا بالعكس diffusion, nor do they bind to both synaptic plasma membrane receptors. لا بيكمل diffusion برضه في السيل membrane of the both synaptic neuron وبيعمل الإفكت. They are produced by enzymes in axon terminals in response to calcium entry and simply diffuse from their sites of origin in one cell into the intracellular fluid of the other neuron or effector cells where they bind to and activate proteins. أبرز example أو the most significant one is the nitric oxide NO, which is produced by nitric oxide synthetase and undergoes very rapid degradation once in the target cell. It activates cyclic GMP signaling pathway. طبعا ابرز في طبعا كم لا يعد ولا يحصى من النيتريك اوكسيد فانكشنز، مش احنا مش في معرض الحديث عنها كلها لان راح تقضيها في مساقات كثيره، ولكن ابرز وظيفه له هي البريفرال فانكشن اللي تتلخص في الرول اوف ان او ان فازو دايليشن. كربون مونوكسيد and هيدروجين سلفيت are also emitted by neurons as signals. نيجي هلا للبيورين نيوروترانسميترز، هذه موجوده كثير في حياتنا العامه، تسمعوا في البيورين اند بيراميدين اللي بتشمل مثلا الكافيين ومشتقاتها، ايضا ممكن يصنع شبيه منها في يعني يصنف ضمن نون تراديشنال نيورو ترانسميترز اللي هي مش مصنفه او ضمن المسلمين اللي حكيت لكم عنه قبل قليل، include the purines ATP and adenosine which act principally as neuromodulators اكثر ما هي نيورو ترانسميترز، يعني تعمل تعديل للنيورو ترانسميترز. بدي اعطيك مثال بسيط جدا، ليش احنا لما نشرب قهوه بنصحصح او بنقدر ندرس افضل أو بنركز أكثر في رأيك الشخصي؟ الكافيين بصير يربط يعمل انتاجونيست للميلاتونين اعتقد، ولا بصير شو مرة سمعت. نو نو، الكافيين بيرتبط في نفس الريسبتورز تاعت النور ابنفرين، تمام؟ فبيعمل نفس الإفكت تاع النور ابنفرين، يعني بزيد الأليرتنس، بزيد الاتنشن سبان إلى آخره. بزيد الاليرتنس، بزيد الصحصح خلينا نحكي، وبزيد التركيز، يعني بحسن الكوجنيتيف فانكشنز. لهذا السبب ها نشتغل از نيورو موديليتر. اي تي بي از بريزنت ان اول بري سيناتيك فيزيكلز اند از
co-released with one or more of the classical neurotransmitter in response to calcium influx into the terminal. Adenosine is derived from ATP via extracellular enzyme, enzymatic activity, both. سواء الأدنوزين أو الـ ATP, both presynaptic and postsynaptic receptors have been described for adenosine and the release and release those substances play in the nervous system and other tissues in is an active area of research and still it's a hot zone in the world of research of scientific research. يعني لا تزال مش معروف كثير بالضبط الرول اللي لها, ولكن لا يزال يحظى باهتمام العلماء وخاصة جماعة النيوروساينس. هيك بنكون خلصنا الملف الأول. ضل لنا ملفين خفاف دم صغار في السنزوري, واحد منهم بتعلق في الجنرال سينسز أو اللي بنسميه التكتايل سنسيشن, بتعلق في التاتش بريشر اللي موجود في السكن, السوماتو سينسوري ريسبتورز, ميكانو ريسبتورز, الثيرمال ريسبتورز, البين ريسبتورز الى اخره. والملف الثاني بيتعلق في السبيشال سينسز اللي هن الجاستيشن والفاكشن فيجن اند هيرينج. يعني بدنا تقريبا محاضرتين بالكثير, محاضرتين ونص اذا اضطرينا, ان شاء الله ما بنضطر, وبنختم ان شاء الله تعالى المساق. هلا عندكم اي سؤال؟ بليز اسك.